لا تخاف، المرض اللي عندنا هو الخوف. انا جات لي صحفيه مش هقول اسمها من كام من فتره، ولابسه حجاب وغير مقتنعه بالحجاب بس خايفه تشيل. تصور واحده لابسه حجاب وتعبانه وحرانه وعرقانه ومش قادره تشيل ومش مقتنعه. طب شوف قد ايه ده عقلها، ده تتعب. تصوروا ان انا لما اعمل حاجه ومش مقتنعه ومفروضه وخايفه اعملها. لا، الخوف هو المرض الذي يقتل الابداع، ولازم الواحد يتخلص من الخوف حتى الموت. انا تخلصت من الخوف من الموت. عملوا اشاعه من كام يوم ان نوال السعداوي ماتت. انتوا قريتوا؟ ولا همني، فرحت والله، قلت كويس قوي ان انا انهم يعملوا ان انا اموت وانا عايشه. لأن أنا طول عمري أقول إيه؟ يا ترى اللي بيموت ده بيروح فين؟ فقلت أديني أجرب إن أنا أبقى عايشة والناس كلها فاكرة إن أنا موت. فإذا تحول كل تجربة سلبية إلى شيء إيجابي. كانوا في ناس بيعيطوا عليا، قرايبي أصحابي من بره بيكلموني ويعيطوا يقولوا لي أنت عايشة صحيح؟ أقول لهم آه عايشة، مش مصدقين وبضحك ومبسوطة جدا، يقولوا لي مبسوطة؟ قلت لهم طبعا، لان انا حولت هذا الخبر بموتي الى شيء ايجابي مفيد ليا، وهو ده الابداع. الابداع هو تحويل التجربه السلبيه الى تجربه ايجابيه. لما كنت في السجن في ناس انهارت في السجن وعيت وجالها الياس. هنا في واحده بتقول لي ما بيجيلكيش ياس؟ ناس في السجن جالهم ياس طبعا، وفقدوا الأمل وكل حاجة. وأنا قلت لا، أتحدى، أنا هطلع. قلت لهم السادات هيموت وإحنا هنطلع، فما فيش يأس، لازم يبقى فيه أمل وتحدي. هو ده، هو التحدي هو الذي يصنع الإنسان. وما بقتش أخاف من الموت، أصل هو الموت ما هو جزء من الحياة. طب ما أنا أبويا مات وأبوه وكل أبائنا بيموتوا، أهلنا بيموتوا، وأولادنا كمان بيموتوا ساعات وكل حاجة، وإحنا هنموت إيه؟ فهي المشكلة. لكن هما بيخوفونا من الموت عشان نظل عبيد للدولة والعائلة.